مثلا احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل يعني قولوا لي حاجه عايزين نعملها وحاجه نجربها بجد. النهارده مثلا نقول له ايه؟ نقول له النهارده كمان ساعه كمان 5 دقايق اعمل كذا. يبقى احنا عايزين اليوم وعايزين ايه؟ ساعه ونحط له الدقيقة عشان نعرف نجربه. اليوم والساعه والدقيقه، اليوم والساعه والدقيقه. خلاص؟ حد بقى يفكر معايا كده عشان انا هتوه. اليوم يبقى امتى؟ في بايت لا زيرو ده السنة، واحد ده الشهر، 2 في بايت 2 صح؟ في بايت 2 ده كده اليوم. انا عايز كله يبقى فاهم بس معايا، في بايت 2 ده اليوم صح؟ لان زيرو السنة، واحد الشهر، يبقى في بايت 2 اليوم، وفي بايت ساعة، في بايت 3، والدقيقة في بايت 4. تمام؟ سبعة. اوكي خلاص نبدا نجهزهم بقى. هرمي نعم قول ماشي يعني ده وده وده شغالين 24 ساعه على طول عمال يغير يعني يقرا ويحول. انا جاي لك اهو لسه ما خلصتش لسه ما خلصتش. لما الساعه تحقق اهو لا مش عارف في بايت 2 هرميه على الفي بايت مثلا 3 مثلا ما ينفعش لان الفي بايت 3 هستخدمه مع في مثلا بايت. لو انا هشتغل على الفي بايت مثلا 11 يبقى مع الفي وورد 10 يعني ماشي في بايت 11 يبقى لما اجي اقراه اقراه من على الفي وورد كام؟ ها ما هو الفي وورد 10 اوريدي جوه الفي بايت كام؟ 11. من دلوقتي ممكن احوله واخليه على الفي وورد 20 كده انا حولته. يبقى اقدر بسرعه كده انزل تحت واقول له كده بعد اذنك ناو الكومبير. هذه الكومبير ايكوال ايكوال لقينا الفي وورد 20 اللي هو اليوم النهارده كام؟ 12 كده صح كده مظبوط 12 معناها 12 دلوقتي لان بقى بيقراها على انها رقم انتجر. دلوقتي مثلا في بايت 3 خلينا عشان ما نتلخبطش لو ده في وورد 12 يبقى نخلي دي في بايت 13 صح؟ ودي في وورد 22 صح؟ ولو دوت في وورد 14 يبقى ده في بايت 15 وده في وورد 24 26 مش غلط بس عشان ما امشي ترتيب مش اكتر. تمام؟ هاجي اقول له هنا بقى ادي كومبير وادي كومبير. في حاله ان في وورد 20 12 ان هو النهارده 12 في وورد 22 الساعة 1 يبقى 13 صح؟ وفي وورد 24 شوف انت بقى ساعة يعني وقت ما تقوم تجربها على الكمبيوتر دلوقتي مثلا الساعة كام وربع خليها هنا وتلت. اوكي؟ بحيث انك معاك وقت تروح تجربها على الكمبيوتر. اعمل لي ست خليها ست. اعمل ست للكيو 0.1 لوحده. وفي نفس اليوم بس بعديها بدقيقتين روح اعمل ريسيت. يعني اف 6 ريسيت. يبقى يوم 12 الساعة 1 وتلت هيشغل. يوم 12 الساعة 1 و22 دي هيطفي. الكلام ده هيحصل امتى؟ كل يوم 12 من كل شهر في كل سنة. يعني ده مش مرتبط بس يعني ممكن تكون دي عملية مثلا عندك مثلا يعني ممكن تعمل في ايه؟ لو انت عندك فلتر حمام سباحة. فلتر حمام السباحه دايما بيتعمل له دوره عكسيه كل فتره يعني كل فتره يتقفل المحبس بتاع حمام السباحه ويتعمل له دوره عكسيه عشان يتنضف. ممكن اقول له كل يوم 12 مثلا الضغط بيبقى قليل في الفندق كل يوم 12 من يوم ساعه واحده مثلا ما يكونش حد فيه ميه عشان الجو شمس جامده جدا اعمل لي دوره عكسيه على على الفلتر. اوكي ما تدخلش ميه جديده واعمل دوره عكسيه. احنا حطينا الشهر سوري انا اسف اليوم والساعه والدقيقه بس. لو انت محتاج الثانية حطها. بس لو انت فرق معاك الثانية حطها. ده ما يمنعش طبعا ان يكون مع صح النقطة دي مهمة لازم يكون في مفتاح ايقاف طبعا موجود. عشان لو حبيت اوقف البرنامج في اي وقت ما استناش. افرض بيشتغل وبيقفل بعدها باربع ايام هتستنى اربع ايام لما يطري انا اقدر اعمل له على طول ريست بسرعة. اوكي؟ لكن الكلوك كده كده شغالة مع نفسها مكملة شغل. اهو ده الجزء اللي فوق اللي عايز ينقله. الكلوك مش موجوده في السي بي يو القديمه تقريبا يعني اللي هي ال 214 تقريبا الكلوك مش موجود في السي بي يو القديمه يعني ما اقدرش اعمل بيها البرنامج
في تقريبا مش فاكر، على حد يروح بص عليهم انا مش فاكر. طيب بسرعه كده وانت بتنقله، احنا عملنا ريد للساعه، قرينا الساعه، بدانا نخزن بيانات الساعه من اول الفي بايت زيرو لغايه ما يخلص بقى شهر في بايت زيرو كده، حط عليه السنه. بص لو وقفت في الهيلب هيجيب لك بسهوله، هيقول لك بص الاولاني للاير السنه، الثاني مانس دي اور مينت سكند ملي سكند داي اوف ذا ويك، هو كتبهم لك في الهيلب، سنه شهر يوم ساعة دقيقة ثانية ملي ثانية يوم ايه في الاسبوع، ده الترتيب بتاعه. كي طيب احنا قرينا الساعة كده قريناها، وقلنا له بعد اذنك انا عايز اخزن الساعة عندي على الفي بايت زيرو. ليه بختار الميموري ومهمة جدا؟ لان ممكن يكون عندك شاشة بتخزن معلومات على الفي بايت زيرو، او تكون انت عامل برنامج مستخدم فيه الفي بايت زيرو، فخلي دايما يعني اختار الميموري اللي انت عايزه. معلش خليكم معايا عشان هقوله مره واحده عشان مش هينفع التاني كله. خدنا الفي خدنا الفي بايت 2 اللي هو يعتبر كترتيب على اللي احنا عاملينه، لو الزيرو سنه والواحد شهر يبقى الاثنين دوت اليوم. هياخد اليوم، نقلناه من بايت لبايت. ايه الحكمه من ان انا انقله من بايت لبايت؟ عشان احط على ورد. في حد مش فاهم ايه المقصود بالحته دي؟ الفي ورد 10 عباره عن بايت كام؟ 10 و11. اوكي لو هتركزوا معايا ثواني هوريكم حاجه جوه الكروس ريفرنس، حاجه هشرحها كمان شويه، بيجيب لك الميموري اللي انت استخدمتها. مش عليها غريبه عشان ما عنديش برنامج، ثواني كده. ماشي، لا في ايرور. اه في ايرور صح. ازاي نحط مفتاح قبليها؟ هنحط ايه؟ ها؟ لا ينفع نحط مفتاح عادي؟ لا لو حطينا مفتاح عادي ممكن حد يغلس ويروح فاتحه ويروح مبوظ لنا الدنيا، حتى بص لما اقف عليه هيقول لك اولويز اون، دايما مقفول. كومبايل، نروح كده هناك كروس ريفرنس الميموري. احنا كنا بنتكلم على الفي بايت 10 صح؟ بص هو قال لك ايه؟ قال لك الفي بايت 10 انت جيت عند الفي بايت 11 منها ورحت مستخدمه لوحده، لان كده كده الفي بايت 10 عباره عن الفي بايت 0 والفي بايت 1، بس انت جيت عند الفي بايت 11 واستخدمته على انه لوحده، اللي هي الحركه اللي احنا عملناها دي. خدنا الفي وورد 10 اللي هو عباره عن 10 و11، بس خدنا ال 11 استخدمناه لوحده. اوكي انا اشرحها كمان، اشرحها وانتوا قاعدين دلوقتي. اوكي بعد ما نعمل الحركه دي عاملين ايه؟ نروح واخدين ال 10 ننقله على 20. احنا ما غيرناش السايز بس غيرنا الفورمات، بدل ما كان شغال بالبي سي دي بقى شغال بالانتجر، اللي هو من اول دلوقتي اقدر وانا مطمن ومحدش يقدر يفتح باب معايا انزل اقول له بعد اذنك يوم 12 في الشهر اعمل كذا. خلاص 12 دي بقى يقراها على انها 12 بجد، التاني كان بيفكها بالبي سي دي فبيطلع رقم تاني خالص. هنا في بايت 3 اللي هو الساعه عملنا نفس الحركه، نقلناها على وورد ومن وورد حولناها الانتجر، برضو الدقيقه لوورد ومن وورد حولناها الانتجر، فبقى الساعه عند اليوم عندك في وورد 20، الساعة في وورد 22، الدقيقة في وورد 24. كل اللي بعمله انا دلوقتي خلاص بقى يعني ايه الصعوبة في ده؟ كل الباقي ولا حاجة. كل الباقي عمال اقارن، بقول له يوم 12 ساعة واحدة بالظبط و20 دقيقة شغل 6 الاوتبوت. يوم 12 برضه في نفس الساعة بس بعديها بدقيقتين 22 دقيقة اعمل ريسيت، أو لو أنا دوست اعمل ريسيت. تمام؟ بس أنا عايز أأكد لك حاجة، إن امتحان تمرين الامتحان اكيد اسهل من التمرين ده بكتير. تمرين الامتحان اسهل من التمرين اللي هقوله دلوقتي. المرة الجاية في ساعة الأول شرح وبعد كده الامتحان. شرح بسيط كده، مش شرح مش عامل الامتحان. خلاص بقى غيروا اعمل برنامج جديد. طول ما البي دي سي شغال كل سنه. خلاص الغي البرنامج واعمل داونلود لبرنامج جديد. برنامج جديد. معلش انسست من الدنيا عشان عايز يمشي بعد كده يمشي. لان في ناس هتخلص الامتحان في ساعتين، واحد هيخلصها في ساعه. لا ما تقلقش.
التمرين دوت ده بنعمله مع الكورس اللي هو بيبقى مدته شهرين ونص او شهرين. اوكي بياخدوا نفس المنهج بتاعك بس بياخدوه كده على براح شويه يعني. بالظبط. البرنامج هو برنامج اشاره مرور. معلش برنامج هياخد حوالي ربع ساعه شرح. فاستاذنكم صعب ان احنا نعيده لان هنعيده مرتين معنا نص ساعه، مرات معنا ساعه الا ربع. فيعني همشي بالراحه خالص واللي عنده سؤال يوقفني على طول. اول جزء في البرنامج احمر اصفر اخضر زي اللي احنا عملناه بالظبط من كام يوم. تمام. بس الجزء دوت بتاع العربيات في اشاره مرور تانية للمشاه. لو العربيات احمر يبقى المشاه اخضر، لو العربيات اخضر يبقى المشاه احمر. ده الجزء الاولاني في البرنامج. باشمهندس عايزك انت عارف عشان كنت بتكتب يا باشمهندس. تاني. ايوه. استرد. اشتغل الاحمر بتاع العربيات. بعد زمن هيفضل شغال. هيعمل معاه فلاشنج. بعد زمن يفصله ويشغل الاخضر عربيات. بعد زمن يفضل شغال ويعمل معاه فلاشنج اصفر، يفصل ويعيد من الاول. طول ما العربيات شغاله واقفه مثلا سوري انا اسف يبقى المشاه ماشيين. طول ما المشاه واقف العربيات ماشيه. بالعكس. فليكن ايا كانت الطريقه تشتغل بيها. ده الجزء الاولاني في البرنامج. اكمل؟ طبعا يوم الامتحان لا يمكن حد منكم ما يعرفش يعمل الجزء الاولاني، ده مشكله. الجزء الثاني ايه هو؟ فليكن مثلا هسميه داي اند نايت. الاي 1.1 اعتبره فوتو سيل بيحس ان الليل جه. فيروح عامل ايه في اشاره المرور؟ يثبتها في المكان ده كده. يعني تفضل العربيات اخضر ويفضل المشاه ايه؟ الساعه 1 2 بالليل اغلبيه عربيات مش مشاه. فيثبت اشاره المرور هنا. ده الجزء الثاني. بالليل الساعه 1 2 بالليل اغلبيه الشارع فيه عربيات مش بني ادمين. مفروض لو شارع مش شارع سياحي مثلا شارع عادي فيعمل ايه؟ يجي هنا يروح مثبت اشاره المرور في المكان دوت. يعني يفضل العربيات هي اللي ماشيه والمشاه واقفه. مش حد يعدي الشارع، عربيات بس اللي ماشيه. ها. الجزء الثالث. في واحد غصب عنه راجل يعني كان سهران او كان شغال ورديه ثالثه ولا حاجه وعايز يروح. هيلاقي فيه مفتاح على اشاره المرور بتاعته اللي هي بتاعت المشاه. اللي ما فيهاش غير لونين بس. يدوس على المفتاح بتاع شرط عبور المشاه. هيلاقي كان بقى بالنهار. يعني ايه؟ برنامج ينبه العربيات ويروح موقفها ويخلي الراجل يعدي الشارع، مع كده يجي هنا يروح عامل ايه تاني؟ يقف. يجي واحد غيره يدوس على المفتاح اشاره المرور تمشي. كانه بقى بالنهار بالظبط. يعني العربيات جرى لها ايه؟ وقفت رد وهو مشي جرين. مع كده ينبههم ويروح موقف الناس تاني ومشي العربيات. ده بالليل. تمام؟ ده الجزء التالت. الجزء الرابع ممكن حد يكون بيهزر جاي يلعب مش جاي يعدي الشارع. فعمال يدوس على الاي 0.2 كذا مره. ما بين الاستخدام والاستخدام ما هو البوستيف ما هو هيشيل ويدوس تاني كانها بوستيف جديده. هيشيل ويدوس. ما بين البوست ما بين المرة والتانية يكون عدى على الأقل دقيقة. يعني أنا عديت الشارع الراجل عداني، أجي أدوس تاني أقول له لا معلش لسه في واحد معدي إحنا مش هنهزر استنى كمان دقيقة وأنا أعديك. أوكي؟ من ساعة ما دايس. مش تفرق زي ما أنت عايز. تمام؟ بس في نقطة. افرض الراجل اللي جه بعديه واحد عجوز يعني الراجل مش معقول هيقعد يفضل واقف مستني يشوف الدقيقة خلصت ولا لأ. ويروح دايس تاني ويبص في الساعة أنا دوست من نص دقيقة لسه كمان نص دقيقة. لا البي ال سي مطالب إن هو يفتكر إن في حد كان دايس على المفتاح. سيف ذا بالس. يعني إيه؟ عشان أنا كنت دوست بس هو ما رضاش يسمع كلامي عشان دوست بعد دقيقة إلا ربع لسه فاضل ربع دقيقة.
هو انا دوست، هو يسجل ان انا دوست بس ما يسمعش كلامي دلوقتي. لما تخلص الدقيقه بالكامل يروح هو عامل ايه؟ يسمع كلام. ده البرنامج. تمرين امتحان اسهل من كده بكتير طبعا. اوكي ده على فكره عايز اقول لكم نقطه، ده مش قد يعني ده طويل وممل اكتر من ان هو صعب يعني. عشان كده الامتحان بتاع بكره امتحان 4 ساعات. امتحان بتاع بكره 4 ساعات. اوكي هو الطبيعي انه ممكن يخلص في 3، اللي هيخلصه في 3 يخلصه في 3. يعني انا هديك وقت في 4 ساعات. اول ساعه هيبقى شرح حاجات يعني الحاجات اللي النهارده مش راكبه الامتحان. اوكي عمر ما اجي في الامتحان اعمل كلوك. حاجه بكره هقول لك حاجات بسيطه كده، الباسورد ازاي، امر ازاي اوقف البي ال سي لو في حاله خطر عن طريق سوفت وير. اوكي حاجات تفريح يعني، لو عندك سؤال اسالني تمام. بس معلش في ناس بكره هيجي يقول لك ايه احنا ما فهمناش الكومبير، عيده من الاول. هقول له معلش انا اسف. او جزئيه برضه، جزئيه حسب جزئيه مثلا 90% من الكومبير ما فهمناهوش. فيعني اسئله بكره اسئله تكون لها معنى يعني، ما لقيتش حاجه كلها قوي جديد. البرنامج ده فكروا فيه، اعتبروه هديه، فكروا فيه مش هيجي في الامتحان. والهديه لا ترد. يعني جزء ده نلغي سيف ذا بانس. حاضر. عايز انت زي ما انت عايز، ما عنديش مانع. الواحد ده معدي. نعيده تاني. عايزين ده في الامتحان بكره؟ لا ماشي. ايه المشكلة يعني؟ على فكرة بره لسه في حاجة ناقصة. يعني شفتها بره كان في حاجة تاني، كان في مفتاح تاني غير ده. أوطى منه شوية. لأن اللي بيمشي على عجل، اللي على عجل ما يطولش المفتاح العالي، ليه مفتاح تحت بتاعه. لو داس عليه هيعمل نفس الحركة، بس أنا كواحد ماشي على رجليا بيخليني أعدي شارع في 50 ثانية مثلا. لو واحد على عجل يديله مثلا 100 ثانية يعدي فيهم الشارع. بالظبط. يغير الزمن بتاع العربية، يوقف العربيات بزيادة يعني. نعيدها تاني بسرعة كده. الجزء دوت ده احنا عملناه في التمرين اللي فات، في مشكلة الجزء الأولاني عملناه قبل كده. الجزء الثاني لو خبطت في الاي 1.1 اللي هو في الحقيقة هو هيقفل لوحده عشان ده فوتو سيل، هنلاقي البرنامج وقف في الحتة دي. العربيات ماشية والبني آدمين واقفين. جه واحد عايز يعدي الشارع هيدوس على مفتاح موجود عنده في إشارة عبور المشاة بتاعته. هيدوس عليها البرنامج هيمشي كأنه بقى بالنهار بالظبط، يعني كأن الاي 1.1 فتح. فتلاقي البرنامج بقى ماشي طبيعي، بس يمشي كام مرة؟ هي مره واحده يروح واقف. ما هو لو قعد يعيد على طول كانه بقى بالنهار. اوكي يجي واحد غيره يدوس، بس على الاقل يكون عدى قد ايه؟ دقيقه عشان يسمع كلامه. ما عدتش دقيقه هيسمع كلامه بس لما الدقيقه تخلص، يعني هو اوريدي هيكون فاكر ان هو كان دايس.